اللي هدف من المعسكر تنمية المهارات الاجتماعية للطالب، ونجحنا إن إحنا الحمد لله إحنا بنشتغل النهاردة على مبادرة محو الأمية، وتعتبر كلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان الكلية رقم 2 على مستوى الجامعة، إن هي بتعلم الطالب إزاي يمحو أمية عدد من المواطنين، وليهم حوافز عندنا من خلال الكلية والجامعة. فده برضو مؤشر مهم بالنسبة لنا، لأن إحنا نتمنى إن إحنا في يوم من الأيام ما يبقاش عندنا ولا واحد بس أمي في المجتمع. النهاردة المعسكر التدريبي لطلاب الكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان لتدريبهم من الشق النظري للشق العملي، ومؤسسة حياة كريمة مشتركة معنا النهاردة بما أنها منظمة من منظمات المجتمع المدني اللي بتقدر توصل للطلاب إيه هي أهمية كلية خدمة اجتماعية بالمجتمع، وإزاي إن هم يقدروا إن هم يوصلوا مهاراتهم للمجتمع ويستغلوها بشكل أفضل. إحنا في البداية فندم بنتشرف لوجودنا في جامعة حلوان كلية خدمة اجتماعية للسنة الثانية على التوالي في المعسكر هنا التعريفي للطلبة بمؤسسة حياة كريمة، وإيه هي دورها في المجتمع المدني والخدمات اللي بتقدمها لأهالينا في القرى الأكثر فقراً وفي المجتمع عامة، وبننمي لدى الطلبة روح التعاون والعمل كفريق في خدمة المجتمع وتنمية روح التنافس ما بينهم وخلق روح من العمل التطوعي الجماعي ما بينهم لخدمة المجتمع. احنا النهاردة بنشارك في المعسكر التدريبي لكلية خدمة اجتماعية بجامعة حلوان، ويمكن ده هو المشاركة التانية للسنة التانية على التوالي لمؤسسة حياة كريمة بالمعسكر. طبعا مؤسسة حياة كريمة بتهتم جدا بالمشاركة في الأنشطة الشبابية وخاصة في الأنشطة الخاصة بشباب الجامعات، ويمكن توجنا ومشاركتنا للجامعات بأجنحة حياة كريمة ومنافس حياة كريمة وصلت لحد دلوقتي ل 26 جناح للمؤسسة بالجامعات المختلفة، وكمان عندنا جناح مؤسسة حياة كريمة بجامعة حلوان. في الأول يعني حابب أشكر مؤسسة حياة كريمة على وجودها المستمر الموجود طبعا معانا في أي معسكر بتخص كلية خدمة اجتماعية. وجودها معانا طبعا في الكلية بيفيدنا بالأخص كطلبة خدمة اجتماعية، لأن احنا المفروض كطلبة نكون دورنا في المجتمع يكون دور واضح. فطبعا شرف كبير لأي حد في الكلية ان هو يكون جزء من حياة كريمة، لأنه هتفيده كتير جدا في حياته العملية. المعسكر ده بيكون عبارة ان احنا بنيجي الصبح بنعمل طابور، وبعد كده بنبدأ نعمل أنشطة، وبيبقى فيه بقى شعار للكلية وشعار للجماعة، وبنبدأ نختار اسم للجماعة بتاعتنا بس، وبنتعلم بقى ان احنا بيكون فيه بقى روح تعاون، بنتحمل المسؤولية، بنشارك مع بعض في كذا حاجة، وبنتعلم يعني حاجات إيجابية كتير.